Dear credit hour system students, level 3, all majors and minor in socio-computing, welcome back again in our new lecture of Applied Information Systems course. أعزائي طلبة وطالبات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية نظام الساعات المعتمدة المستوى الثالث كل التخصصات والتخصص دقيق حوسبة اجتماعية، أهلا وسهلا بحضراتكم في المحاضرة الجديدة من مادة نظم المعلومات التطبيقية. النهاردة ومع بداية المحاضرة رقم 15 نكون احنا خلصنا تقريبا اغلب المنهج، خلصنا 14 لكتشر او 14 محاضرة. خلينا بس عشان احنا النهاردة هنبدأ موضوع جديد خالص، فخلينا كده سريعا نمر على احنا فين من السيمستر بتاعنا وعملنا ايه من اول السنة. سريعا يعني احنا في ال 14 لكتشر اللي فاتوا احنا اتكلمنا في اول 8 لكتشرز او في اول 8 محاضرات عن مجموعه من المفاهيم. اول حاجه اتكلمنا على مفهوم الانفورميشن سيستم، يعني ايه اصلا انفورميشن سيستم وايه السبب اللي احنا بنعمل عشانه انفورميشن سيستم، واتكلمنا على فكره السوشيال ابلكيشنز بتاعه الانفورميشن سيستمز وان احنا تعرضنا لمفهوم حاجة اسمها الـ Information Based Societies أو الـ Modern Information Societies، وإنه الـ Information Systems أصبحت جزء أساسي علشان نقدر نعيش في المجتمع الحديث اللي هو بيطلق عليه مصطلح مجتمع المعلومات أو الـ Information Society. اتكلمنا بعد كده على إيه هي الـ Basic Components of Information Systems أو المكونات الأساسية لنظم المعلومات، وتكلمنا أنه أي information system بيتكون من أربع مكونات أساسية. المكون الأول هو الـ people أو الأفراد أو الأشخاص، المكون الثاني هو الـ technology، وتكلمنا على الـ technology إن هي بتتقسم لـ hardware و software و telecommunications. يعني عشان أفكر في إنشاء نظام معلومات أو information system لازم يبقى عندي تصور للريكويرمنتس اللي انا محتاجها من الناحيه التكنولوجيه، واتكلمنا على الانفورميشن تكنولوجي او التكنولوجي اللي بتدعم الانفورميشن سيستمز ان هي تشتغل او تفانكشن. طيب التكنولوجي دي عشان افكر في الريكويرمنتس بتاعتي لازم افكر انا محتاج ايه كهاردوير، انا محتاج ايه كسوفتوير، وانا محتاج هتواصل او هخلي اليوزرز بتوع السيستم ده يتواصلوا مع السيستم ازاي. ففكرة التلي كوميونيكيشن هي فكرة النتورك، ازاي هنعمل نتورك خاصة بالانفورميشن سيستم ده. زي ما احنا عارفين الانفورميشن سيستم بيبقى قائم على داتابيز، طيب الناس هتاكسس السيستم ده وهتاكسس الداتابيز دي ازاي. قلنا ان انا عندي تو باثويز او مسارين، المسار الاول هو ان انا هقول ان السيستم بتاعي ده هيبقى ما نسميه ديسكتوب ابلكيشن، بمعنى انه السيستم هيبقى موجود لوكال على اجهزة خاصة بجهة معينة اللي هي بتابلاي السيستم ده، وان اليوزرز ما يقدروش يخشوا على السيستم الا من خلال الجهة دي، او ان هم يكونوا لوكيتد انسايد الجهة دي، او ان هم يبقوا قاعدين جوه الجهة دي. وفي الحالة دي بنعمل شبكة داخلية من الاجهزة، او ممكن تبقى حاجة اسمها انترانت اللي هي الشبكه اللي بتوصل اليوزرز بالديسكتوب ابلكيشن ده، لكن الابلكيشن ده ما بيترفعش على الانترنت. الباثواي الثاني او المسار الثاني هو ان انا اقول ان الابلكيشن بتاعي او الانفورميشن سيستم بتاعي هيبقى اونلاين. اونلاين بمعنى ان انا هستخدم شبكه الانترنت في ان اليوزرز تقدر تتوصل بالسيستم ده من اي مكان في العالم في اي وقت. طبعا اتكلمنا على البروز اند كونز او المزايا والعيوب الخاصه بكل باثوي من التو باثويز دول، فده بيرجع القرار للجهه اللي هتعمل الانفورميشن سيستم ده، او ان حضراتكم لما تيجوا تعملوا الاناليسز بتاع السيستم لازم تكونوا حاطين في اعتباركم كتكنولوجي انا محتاج ايه من ناحيه التليكوميونيكيشن، لانه لو انا هستضيف السيستم ده داخليا جوه المؤسسه كديسكتوب ابلكيشن وهعمل شبكه داخليه دي ليها ريكويرمنتس، او لو انا هرفع السيستم ده على الانترنت كويب سايت او ويب ابلكيشن او حتى موبايل ابلكيشن دي ليها ريكويرمنتس تانية. واتكلمنا على ان انا لو هرفع السيستم ده على الويب كويب ابلكيشن او موبايل ابلكيشن
برضو جواها مسارين تانيين، يا اما هعمل هوستنج ان هاوس، يعني هستضيف الداتابيز الاساسيه اللي قائم عليها السيستم ده داخل المكان، وبالتالي ده هيبقى له ريكوايرمنتس ان انا لازم اامن مكان يتحط فيه زي سيرفر روم كده، يتحط فيه السيرفرز، والسيرفر روم دي تكون وصل لها كهرباء 24 ساعة، مكيفة بشكل معين، ممنوع عنها الأتربة، ممنوع أكسس لأي حد إن هو يقدر يخش المكان. ففي ريكوايرمنتس كتير جدا بنفكر فيها. أو الاختيار التاني إن أنا أعمل هوستنج أونلاين عند أحد الشركات اللي بتعمل هوستنج، وبتكون النتيجة إن أنا هما بيرفعوا عني العبء بتاع توفير سيرفر روم، لكن انا هدفع اشتراك سنوي، والاشتراك ده كمان بيتوقف على حجم الديتا، فكل ما الديتا زادت كل ما الاشتراك ده هيزيد. وبيبتدي هنا متخذ القرار بقى في الانفورميشن سيستم يبتدي يشوف زي ما قلت لكم البروز والكونز بتاعت كل بديل والتكلفة بتاعت كل بديل، ويبتدي يختار هو من ناحية التليكوميونيكيشن عايز السيستم بتاعه يفانكشن ازاي. طبعا فيها جزء خاص بالتكلفة وفيها جزء خاص بالسيكوريتي، وازاي نعمل بالانس ما بين توفير اكبر قدر ممكن من السيكوريتي او الحماية للديتا بتاعتي وملكية الديتا بتاعتي، والبادجت من الناحية التانية او الجزء الخاص بالموازنة او الفلوس يعني او التكلفة المالية. طيب يبقى قلنا كده الانفورميشن سيستم بيتكون من بيبل، ودرسنا ديفرنت رولز اوف بيبل، ازاي بندي ادوار مختلفة للاشخاص اللي هيتعاملوا مع الانفورميشن سيستم ده، وصلاحيات مختلفة على الديتا اللي هتبقى فيه. اتكلمنا على المكون التاني وهو التكنولوجي بكل الخصائص بتاعتها وبكل التفاصيل بتاعتها. اتكلمنا على المكون الثالث وهو البروسيسز او البروسيجرز، وقلنا ان ده قرار مهم جدا من ضمن القرارات اللي احنا بناخدها واحنا بنعمل سيستم اناليسيس او اناليسيس للانفورميشن سيستم. قرار زي ايه؟ زي ان انا ببتدي اعمل الاول اناليسيس للسيستم الحقيقي اللي على ارض الواقع، ببتدي احصر كل البروسيسز والبروسيجرز اللي موجوده في السيستم الحقيقي، وببتدي بعد كده اخد كل بروسيس او بروسيجر ابتدي اشوف انا هعمل ايه في ده في السيستم بتاعي او في الانفورميشن سيستم. واتكلمنا هنا على فكره الديجيتال ترانسفورميشن او التحول الرقمي. يعني ايه تحول رقمي؟ يعني ازاي احول السيستم اللي بيفانكشن على ارض الواقع لسيستم يفانكشن باستخدام الكمبيوتر. فعلشان يفانكشن باستخدام الكمبيوتر ما ينفعش اعمل ريبليكيشن لنفس السيستم اللي على ارض الواقع، يبقى انا كده ما عملتش تحول رقمي. لكن المفروض وانا بعمل تحول رقمي ببتدي اشوف ايه البروسيسز والبروسيجرز اللي السيستم بتاعي هيدعمها ويدعمها ازاي، وايه البروسيسز والبروسيجرز اللي السيستم بتاعي المفروض يلغيها خالص او يكنسلها، زي مثلا طوابير الانتظار اللي بتبقى في دفع المصاريف مثلا في الكليات. طب لما عملنا تحول رقمي في جامعة القاهرة واصبح الدفع الكتروني، فكرة ان انا بعمل موضوع الموديول بتاع الدفع الالكتروني ده لغى مجموعة كبيرة جدا من البروسيسز والبروسيجرز اللي كان الطالب لازم يمر بيها علشان يتسجل في كورس معين او يتسجل في عام جامعي معين. دفع المصاريف ما كانش بروسيس واحدة، يعني ما كانش بروسيجر واحد كده، ده كان جواه مجموعة من الإجراءات. يعني إن أنت بتاخد الأول إيصال مش عارف إذن دفع، وبعد كده تروح للخزنة تدفع، وبعد كده تاخد الإيصال اللي أنت دفعت بيه من الخزنة تسلمه تاني لشؤون الطلاب، وهكذا. كل دي بروسيسز وبروسيجرز اتلغت خالص لما عملنا ديجيتال ترانسفورميشن، وأصبح زودنا بس في السيستم بتاع جامعة القاهرة فكرة الدفع الإلكتروني. فهو ده فكرة الديجيتال ترانسفورميشن، ان انت وانت بتعمل انفورميشن سيستم ما ينفعش تفكر بنفس الاسلوب اللي احنا بنفكر بيه على ارض الواقع، لا والا يبقى احنا ما عملناش حاجة. لكن فكرة الترانسفورميشن او التحول هو ان انا ببتدي الاول اعمل اناليسيز لكل البروسيجرز او الاجراءات اللي بتتم على ارض الواقع، ونبتدي نعمل لها فلتر، نشوف ايه الاجراءات اللي احنا السيستم ده لازم يفضل يستمر ان هو يدعمها، زي مثلا البروسيجر الخاص بالريجستريشن، تسجيل طالب معين في قسم معين او تسجيل طالب معين في مادة معينة. ف
فسواء الريجستريشن في الديبارتمنت او الريجستريشن في كليه او الريجستريشن في كورس، دي كلها بروسيجرز ما ينفعش السيستم بتاعي ما يدعمهاش، فدي بروسيجرز انا بقرر ادعمها. لكن تسجيل، لكن مثلا حاجه زي دفع المصاريف بكنسلها، حاجه مثلا زي لو احنا بنعمل اي ار بي بقى، المشتريات والمخازن والكلام ده كله، لما بنعمل ديجيتال ترانسفورميشن بنلغي بروسيجرز كتير جدا، لانها ممكن تكون كمان باب خلفي للفساد مثلا. فاحنا اتكلمنا انه انا ليه بركز في المكون الخاص بالبروسيسز او البروسيجرز اللي هتبقى في الانفورميشن سيستم لاكتر من سبب. السبب الاول ان انا لازم ابقى حاطط في دماغي فكره الديجيتال ترانسفورميشن او التحول الرقمي، واني يبقى عندي تصور لشكل مجتمع المعلومات اللي انت عايز توصل له، عشان كده انت بتبني النظم المعلومات دي. وبالتالي ده لازم يبقى مختلف عن الوضع الحالي، لأن الوضع الحالي اللي هو بدون نظم معلومات ده أكيد فيه مشاكل هي اللي دفعت إن احنا محتاجين نعمل نظم معلومات ومحتاجين نعمل تحول رقمي. فده أول سبب أنا لازم أبتدي أفكر في البروسيسز أو البروسيجرز. السبب الثاني هو فكرة التضييع أو الإهدار للريسورسز، تضييع الوقت وتضييع الموارد. اهدار الريسورسز واهدار التايم كأحد أنواع الريسورسز ده جزء مهم جدا. فالحاجات الريدندنت، بيانات مثلا الطالب بدل ما كانت بتتسجل 10 مرات بقت تتسجل مرة واحدة على السيستم، أو لو هنعمل سيستم مثلا على مستوى جمهورية مصر العربية لرقم موحد اللي هو الرقم القومي مثلا، يبقى بدل ما حضرتك تروح تسجل بياناتك مرة في بطاقة الرقم القومي، ومرة في الرخصة، ومرة في شهادة الميلاد، ومرة مش عارف لما تيجي تتجوز مثلا في الشهر العقاري والسجل المدني والحاجات دي، لا، الداتا بتاعت المواطن هتبقى دخلت مرة واحدة، وفي أي مكان أو في أي جهة أنت بتروح مثلا عايز تستخرج باسبور، عايز تعمل رخصة، أنت معاك الرقم القومي، هيروح لاقط كل بياناتك من على السيستم ده. يبقى احنا كده لغينا أو قضينا على الريدندنسي أو تكرار البروسيسز والبروسيجرز اللي بيضيع وقت واللي بيضيع مجهود واللي بيضيع الريسورسز بتاعت الدولة أو الريسورسز بتاعت المؤسسة اللي انت بتعمل لها الانفورميشن سيستم ده. ده السبب التاني احنا ليه لازم نركز في البروسيسز أو البروسيجرز اللي بتتم جوه الانفورميشن سيستم. السبب التالت زي ما قلنا هو فكرة القضاء على مصادر الفساد، لأن احنا لما بنعمل ديجيتال ترانسفورميشن ولما بنبني انفورميشن سيستم، ببتدي أراعي جدا في البروسيجرز اللي أنا هخلي السيستم ده يدعمها إنها تكون ما بتديش فرصة لتدخل بشري كبير، وبالتالي صلاحيات التدخل البشري بتبقى محدودة بقدر الإمكان، وده طبعا بيقلل لي من فرص الفساد. فدي كلها مفاهيم أساسية احنا درسناها، ودرسناها بالتفصيل ودرسناها بأمثلة، وأخدنا مثلا في الموضوع ده حوالي 3 ليكتشرز في الأول. المكون الرابع بقى والأخير بتاع الـ Information Systems هو الـ Data والـ Databases. وقلنا إن الـ Data هي العمود الفقري أو الـ Backbone بتاع أي Information System، لأن هو أصلا الهدف من الـ Information System هو الخروج بمعلومة مفيدة من مجموعة داتا كتير قد تبدو في حد ذاتها كده لو مش متربطة مع بعض هي قد تبدو مش مفيدة في حد ذاتها. فالأساس بتاع الانفورميشن سيستم أو الباك بون بتاع أي انفورميشن سيستم هو الداتا، بس الداتا دي have to be organized in order to to have needed information أو to أو to أو to get needed information from them. ف how to organize ال data دي، قلنا ان انا عشان انظم ال data دي لازم بعمل حاجة اسمها data model او database model، بس هو اختصاره هو ال data model. طيب بعد كده اتنقلنا لفكرة تانية وهي انواع نظم المعلومات، واتكلمنا على مجموعة من الانواع هتكلم عليها تاني النهاردة، بس مش في السلايد دي، في السلايدز اللي جاية. أنواع نظم المعلومات نقلتنا لفكرة ثالثة وهي طيب، أو العنصر الثالث اللي درسناه السنة دي هو طب إزاي بقى أطبق information system. إحنا قلنا إنه أي information system أيا كان نوعه بيمر بمجموعة من المراحل. اتكلمنا في الأول على مرحلة الأناليسز، بعد كده اتكلمنا على مرحلة الديزاين،
وبعد الديزاين قلنا بيبقى في مرحلة الامبلمنتيشن او التنفيذ، وبعد الامبلمنتيشن بيبقى عندي مرحلة التستنج، والتستنج للسيستم بيبتدي نشوف بقى هل في اخطاء، فبنرجع تاني ممكن تكون الاخطاء ناتجة ان انا عندي مشكلة في الاناليسيز الاصلي او مشكلة في الديزاين، فبتبتدي ارجع السايكل دي تاني، وسمينا السايكل دي السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل. وقلنا انه مش بس انا بمشي في السايكل دي لو التستنج حصل فيه خطأ، لا ممكن يبقى التستنج سليم لكن مع الوقت ظهرت requirements جديدة، هنحتاج نعيد اناليسيس تاني، نحتاج نعدل في الديزاين، وبالتالي نحتاج نرجع تاني نعدل في الامبلمنتيشن، وهكذا. فهي سايكل بنمشي فيها. ومشينا مع بعض في السايكل دي ان انتوا بدأتوا تتقسموا لمجموعات عمل، وكل مجموعة بدأت تتبنى فكرة مشروع لإنتاج انفورميشن سيستم يخدم جهة معينة ويحللي مشكلة معينة من المشاكل اللي بتقابل الجهة دي، ومشينا مع بعض بنفس الخطوات. يعني حضراتكم بدأتوا بمرحلة الاناليسز اللي فيها حطيتوا تصور اولا البروبلم ديفينيشن، ايه هي المشكلة اللي انتوا عايزين تعالجوها بان انتوا تعملوا الانفورميشن سيستم ده. بعد البروبلم ديفينيشن اتكلمنا على السيستم اناليسز اللي هو ببتدي بقى اشوف السيستم بتاعي ده من حيث الاربع مكونات اللي احنا اتكلمنا فيها، انا محتاج ايه في البيبل، محتاج ايه هي الرولز او الانواع او الوظائف الاساسيه للبيبل اللي هيتعاملوا مع السيستم ده، بحددها بشكل دقيق في الاناليسيس بتاعي، وصلاحياتهم ايه، ومين يشوف ايه ومين ما يشوفش ايه، ومين له صلاحيه ان يشوف لكن ما يعدلش، وهكذا. ببتدي في الاناليسيس كمان اقول الريكويرمنتس الخاصه بالتكنولوجي او الانفورميشن تكنولوجي اللي انت محتاجها من ناحيه الهاردوير والسوفتوير والتليكوميونيكيشنز، وبعدين ببتدي اقول البروسيسز والبروسيجرز اللي السيستم ده هيدعمها والبروسيجرز اللي السيستم ده مش هيدعمها وهيعمل لها اليمينيشن او هيلغيها خالص، وايه البروسيسز والبروسيجرز اللي السيستم ده هيستحدثها اصلا. رابع حاجه في الاناليسز بنبتدي نقول بقى السيستم ده قائم على داتا شكلها ايه. بعد مرحلة الاناليسيس بنتحول لمرحلة الديزاين. في مرحلة الديزاين ببتدي اديزاين حاجة اسمها داتا موديل اللي هو المكون الرابع بتاع الانفورميشن سيستم. بعد كده الكلام ده كان في اول 8 محاضرات، المحاضرة بقى التاسعة والعشرة اتكلمنا على فكرة الديتا مودلز، يعني ايه داتا موديل اصلا، وايه التايبس اوف داتا مودلز، وقلنا ان انا عندي سيفرال تايبس اوف داتا مودلز، عندي كونسبتوال داتا موديل، وعندي ريبريزنتيشنال داتا موديل، او لوجيكال داتا موديل، الاثنين نفس المعنى او بيشيروا لنفس الشيء، وعندي الحاجة الثالثة هي الفيزيكال داتا موديل. وقلنا ان الفيزيكال داتا موديل ده هيبقى في مرحله الامبلمنتيشن في الاخر خالص، لكن في الديزاين، في مرحله الديزاين انا بصمم كونسبتوال داتا موديل وريبريزنتيشنال او لوجيكال داتا موديل. اتكلمنا في الكونسبتوال داتا مودلز في المحاضرات اللي بعد كده، قلنا ان انا عندي حاجه اسمها سكيما دايجرام، وعندي حاجه اسمها انتيتي ريليشن شيب دايجرام. وفي اخر محاضرتين او المحاضره رقم 11 و12 اتكلمنا على الـ representational data models او الـ logical data models، واتكلمنا على الـ enhancement اللي احنا هنعمله للـ ER diagram اللي او الـ ER model اللي احنا اتكلمنا عنه. وفي اخر 2 lectures اللي هم lectures 13 و14 اتكلمنا على فكرة الـ mapping، ازاي بقى احول الـ entity relationship model والـ enhanced entity relationship model اللي هم conceptual models للفورم الخاص بالـ representational and logical data model اللي هو درسنا حاجة اسمها relational data model أو relational schema. وقلنا كلمة relational معناها tabular، يعني data model قائم على أو based on tables، وبالتالي هو ده أقرب شكل للـ implementation بقى، إن أنا ببتدي آخد الـ relational once عملت mapping، ببتدي آخد الـ relational data model ده وأنفذه على الـ Access أو الـ SQL Server أو الـ Oracle، وونس إن أنا نفذته على الكمبيوتر بقى عندي physical data model، ويبقى أنا كده عملت implementation للـ data model بتاعي. بنعمل بعد كده انترفيس بقى باي بروجرامينج لانجويج
للانفورميشن سيستم بتاعي عشان اليوزر يقدر يتعامل مع الداتابيز دي بشكل يكون مفصول عن الجداول الاصليه، ويبقى انا كده خلصت الامبلمنتيشن فيز بتاعه الداتابيز بتاعتي. ده ملخص اللي احنا عملناه في ال 14 ليكتشرز اللي فاتت. طب انا ليه بدي الملخص ده وقعدنا ربع ساعه نتكلم فيه؟ ده مش اهدار للوقت، بس احنا لازم نبقى فاهمين يا جماعه ان احنا بنمشي بتسلسل منطقي. فاحنا كنا فين وعملنا ايه علشان ما نبقاش تايهين من بعض في المواضيع اللي احنا بنناقشها طول السمستر؟ لا، احنا ماشيين في لوجيكال لاين، يعني خط كده منطقي. احنا مش هي مش مواضيع محطوطة وخلاص، لا احنا حاطين حاجة ماشية بالترتيب. فاتكلمنا في الكونسبت بتاعت الانفورميشن سيستم، يعني ايه انفورميشن سيستم، مكونات الانفورميشن سيستمز، انواع الانفورميشن سيستمز، وهاو تو امبلمنت ان انفورميشن سيستم، السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل، وخدنا كل مراحلها لحد ما خلصنا جميع مراحلها. طيب هنعمل ايه بقى في الجزء المتبقي من السمستر ده؟ في الجزء المتبقي من السمستر ده واللي هيبتدي النهارده، هتخشوا في يمكن الموست انترستينج بارت في السمستر بتاعنا، او اكتر جزء شيق من وجهة نظري في السمستر بتاعنا، وهو الابليكيشنز. بقى ازاي اعمل ابليكيشنز لكل اللي احنا عملناه ده؟ يعني لحد المحاضرة اللي فاتت احنا كنا وصلنا ليه انه خلاص كده انا دلوقتي اقدر انفذ او اعمل امبلمنتيشن للانفورميشن سيستم بتاعي. عملت له اناليسز، عملت له ديزاين، وحسنت الديزاين، وعدلت في الديزاين، وبعدين خلاص وصلت بقى لمرحله الفيزيكال داتا موديل او الفيزيكال امبلمنتيشن بتاع السيستم. طب ايه الابليكيشنز بقى؟ هنستخدم الكلام ده في ايه؟ ده اللي احنا هنبتدي بيه الجزء الاخير او بارت 3 تعتبر في المنهج بتاعنا او السمستر بتاعنا اللي هيبتدي من المحاضرة بتاعت النهاردة ولحد اخر السمستر بإذن الله. النهاردة يا شباب هنبدأ بارت 3 او الجزء الخاص بالابليكيشن بمفهوم مهم جدا، هو مفهوم البيزنس انتليجنس. يعني ايه بيزنس انتليجنس؟ البيزنس انتليجنس هو امبريلا كده او يعني مظلة بيقع تحتها مجموعة كبيرة جدا من المفاهيم. هي امبريلا تيرم بينكلود ايه بقى او بيحتوي ايه؟ بيحتوي على مجموعة كبيرة جدا من المعلومات اللي مؤسسة معينة ممكن تستخدمها علشان تعمل حاجة اسمها الـ data driven decision making. يعني ايه؟ يعني كل حاجة أو كل تقنية المؤسسة هتعملها، أي مؤسسة هتعملها علشان تاخد قرار مبني على data ومعلومات، بنسمي القرار ده data driven decision making. فعشان أوصل ل data driven decision making أنا باخد مجموعة من الخطوات، إنه إزاي ال data دي أحولها ل information، وال information ده يدعم اتخاذ القرار. فكل الخطوات وكل التقنيات اللي هتستخدمها المؤسسة عشان تحول الديتا لانفورميشن، وبالتالي يبقى انا عندي data driven decision making او information based decision making، كل ده بيقع تحت umbrella term بنسميه البيزنس انتليجنس. وبالتالي الانفورميشن سيستمز هي جزء من البيزنس انتليجنس بتاع اي مؤسسة، بل بالعكس هي مش بس جزء، ده هو ده اساس البيزنس انتليجنس. يعني مفيش مؤسسة هتقدر توصل لل data driven decision making without information systems. وبالتالي ده مفهوم مهم جدا المفروض ان احنا نكون بنتكلم عنه، وخصوصا احنا بناخد مادة اسمها applied information systems. فانا ما اقدرش ادرس ال information system كده كحاجة abstract من غير ما ادرس ال applications بتاعتها. ولو عايز اعمل application ل information system على ارض الواقع، فانا في الحقيقه انا بعمل بيزنس انتليجنس. فده المفهوم اللي احنا ان شاء الله النهارده هنتكلم فيه بشكل واسع. لكن قبل ما نتكلم في البيزنس انتليجنس وقبل ما نتكلم في ابليكيشنز، انا محتاجه بس اعمل معاكم ريفيجن سريع على التايبس اوف انفورميشن سيستمز اللي احنا درسناها، لانه هنكمل عليها خلال الليكتشر دي ان شاء الله في السلايدز الجاي.
اتكلمنا على مجموعة مختلفة من أنواع الـ Information Systems أو الـ Types of Information Systems، وخليني أعمل ريفيجن سريع كده على المجموعة اللي احنا درسناها عشان نقدر نكمل عليها النهاردة إن شاء الله. اتكلمنا في البداية عن حاجة اسمها الـ TPS أو الـ Transaction Processing System، وقلنا إن ده Information System كل مهمته أو هدفه إن هو يحتفظ بعدد من الـ Transactions أو بمجموعة من الـ Transactions المهمة اللي بتتم داخل السيستم. وقلنا ان امثله التي بي اس حاجه زي مثلا السيستم بتاع الاتندنس بتاع الموظفين مثلا، او سيستم الاي تي ام اللي هو بس بيدعم مجموعه من الترانزاكشنز زي الويذدرول او السحب، الايداع او الكاش ترانسفير او الكريدت ترانسفير. فاذا هي مجموعه من الترانزاكشنز هو بيدعمها وما بيعملش بروسيسنج عليها اكتر من كده، هو مجرد بيحتفظ بالترانزاكشنز اللي تمت دي. اتكلمنا عن نوع اعلى شويه من الانفورميشن سيستمز، هو الديبارتمنتال انفورميشن سيستمز او الفانكشنال اريا سيستم، وقلنا ان هو بيبقى عباره عن انفورميشن سيستم خاص بفانكشنال اريا معينه، يعني مهمه معينه او وظيفه معينه جوه السيستم، او لو احنا السيستم ده لشركه مثلا فبنقدر نقول ان هو يبقى الانفورميشن سيستم بتاع ديبارتمنت او قسم معين جوه الشركه دي. طيب من امثله الديبارتمنتال او فانكشنال اريا سيستمز هي ايه؟ قلنا مثلا ان احنا عندنا لو بقول اتش ار سيستم اللي هو الانفورميشن سيستم الخاص بالاتش ار ديبارتمنت او بالهيومن ريسورسز في شركه معينه، ده مثال من امثله الديبارتمنتال انفورميشن سيستمز. لو قلت مثلا السيستم بتاع الماليات فهو برضو جزء من فانكشنز بتقوم بيها مؤسسة، مش كل الفانكشنز بتاعت المؤسسة، فبرضو هو فانكشنال اريا سيستم او ديبارتمنتال انفورميشن سيستمز. اتكلمنا بعد كده على حاجة اعم شوية واشمل، وهي الاي ار بي او الانتربرايز ريسورس بلاننج سيستمز. ده نوع من انواع الانفورميشن سيستمز برضو، هي بتضم اكتر من انفورميشن سيستم جواها، بس بتربط كل السيستمز دي علشان تديني ريسورس بلاننج للمؤسسه او للانتربرايز ككل يعني. فقلنا مثلا لو انا عندي كليه اقتصاد وعلوم سياسيه عايزه تعمل انفورميشن سيستم يبقى على مستوى الكليه كلها او الريسورس بلاننج الخاص بالكليه، يبقى انا هعمل اي ار بي، والاي ار بي ده عشان يقوم لازم هيبقى عندي مجموعه من الديبارتمنتال انفورميشن سيستمز، يعني هيبقى عندي سيستم لشؤون العاملين، عندي سيستم لشؤون الطلاب، عندي سيستم دفع الكتروني، عندي سيستم كريدت اورز، عندي سيستم دراسات عليا. فكل السيستمز دي او كل الديبارتمنتال انفورميشن سيستمز او الفانكشنال اريا سيستمز دي لما تتشبك مع بعض تعمل لي حاجة على مستوى الانتربرايز ككل أو على مستوى المؤسسة كلها، هي الـ ERP أو الـ Enterprise Resource Planning System، وهي اتسمت ERP لأن طبعا لما يبقى عندي كل الـ Information Systems دي متربطة ببعض أقدر أنا كعميد للكلية مثلا أو كمدير للمؤسسة دي يقدر يعمل Resource Planning based على الـ Data أو الـ Information اللي هتطلع له من الـ Information Systems دي كلها. طيب قلنا بقى لو انا عندي اكتر من مؤسسة او عندي مثلا اكتر من كلية لكن ليهم سيستم موحد، زي مثلا سيستم لجامعة القاهرة وجواه كل كلية جوه الجامعة ليها الـ ERP بتاعها، لكن احنا عايزين بقى سيستم موحد لجامعة القاهرة كلها، فقلنا ان ده هيبقى اسمه الـ Inter Organizational System، ان هو Information System بس بيربط Information Systems خاصة بـ Organizations مختلفة او مؤسسات مختلفة. اتكلمنا كمان على نوعين من او سبيشال تايبس من الانفورميشن سيستمز، زي الاي كوميرس سايتس، قلنا مواقع التجاره الالكترونيه هي احد الانواع الفيري سبيشال للانفورميشن سيستمز لان هي برضو قائمه على داتابيز، لكن فكره الاي كوميرس سايتس ان هي مواقع بتسمح ب تبادل النقود على الإنترنت، يعني بتسمح إن العملية التجارية أو الكوميرس نفسه يتم من خلال الإنترنت أو من خلال الويب سايت ده بشكل كمبيوترايزد، وبالتالي الدفع كمان بيتم عن طريق السيستم ده أو عن طريق الويب سايت ده، فده بنسميه إي كوميرس سايت، وده أحد أنماط أو أحد أنواع الإنفورميشن سيستمز، بس هو very special type of information systems. طيب ايه كمان؟ اتكلمنا بشكل مختصر على الجي اي اس او جيوغرافيك انفورميشن سيستمز، وقلنا برضو هي سبيشال تايب
للانفورميشن سيستمز. ليه سبيشال تايب؟ لان هي عباره عن انفورميشن سيستم بس عنده الكابابيلتي ان هو يتعامل مع جيوغرافيكال داتا، يعني يقدر يسجل ويعمل بروسيسنج لداتا جغرافيه. وطبعا قلنا الجيوغرافيكال داتا دي علشان تخش على الجي اي اس او على الجيوغرافيك انفورميشن سيستم محتاجين تكنولوجي بتتسمى الجي بي اس او الجيوغرافيكال بوزيشننج سيستم، ودي تقنيه موجوده في اغلب الموبايلات دلوقتي بتاعتنا او في كل الموبايلات تقريبا وفي العربيات وهكذا. قلنا امثله للجي اي اس زي مثلا الابلكيشنز بتاعت اوبر وكريم وسويفل وهكذا، كل الابلكيشنز الخاصه بالترانسبورتيشن هي جي اي اس، هي امثله لجي اي اس لان هي انفورميشن سيستمز وفي نفس الوقت واخده البعد الجغرافي. هنتكلم دلوقتي بقى على حاجة تانية خاصة بالديسيشن ميكنج، برضو اتكلمنا عنها بشكل مختصر لكن احنا عايزين النهاردة نتكلم عنها بشكل شوية تفصيلي. في الديسيشن ميكنج احنا قلنا اصلا ان انا ليه بعمل انفورميشن سيستم، يعني احنا اتكلمنا على الجزء الخاص بالديسيشن ميكنج في المحاضرات الاولى خالص اللي هي كنا بنتكلم فيها عن الهدف من نظم المعلومات، هو انا ليه بعمل انفورميشن سيستم. لو رجعنا كده الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه على ليه بعمل انفورميشن سيستم اصلا، هو ان انا بالاساس عايز اخدم الديسيشن ميكنج بروسيس. يعني ايه؟ يعني انا علشان اخد قرار سليم لازم يكون عندي معلومه، ولو ما كانتش المعلومه بتاعتي سليمه فهيبقى القرار كمان اللي انا باخده غير سليم. فعلشان احصل على معلومه سليمه من كم من الداتا كبير جدا، ده موضوع صعب جدا لو احنا ما استخدمناش انفورميشن سيستم، يعني هيبقى شبه مستحيل ان الكابابيلتيز بتاعت البشر تقدر تحلل او العقل البشري يقدر يحلل لوحده كم كبير من البيانات ويقدر يستخلص المعلومات اللي هو عايزها من البيانات دي عن طريق ان هو يشبك البيانات دي ببعض. فقلنا ان احنا بنحتاج الانفورميشن سيستمز مخصوص عشان الموضوع ده، نحتاج الانفورميشن سيستمز علشان تاخد الداتا دي تنظمها بشكل معين وتطلع لي بمعلومة مفيدة، المعلومة دي هي اللي أنا أقدر أخد على أساسها القرار. فالهدف أصلا من الـ Information Systems أو إن أنا بعمل Information System هو عملية الـ Decision Making. طيب فبما إن الهدف هو إن أنا أدعم متخذ القرار أو أدعم عملية اتخاذ القرار، يبقى خلينا نتكلم بوجه أعمق يعني عن عملية اتخاذ القرار. عملية اتخاذ القرار بتمر بثلاث مستويات أو عندنا ثلاث مستويات زي ما حضراتكم شايفين في السلايد اللي قدامنا. الهرم بتاع اتخاذ القرار بيمشي من تحت اللي هي الجزء الخاص بالستراكتشرد انفورميشن لحد قمة الهرم اللي هي الانستراكتشرد انفورميشن. فمن من الستراكتشرد انفورميشن للانستراكتشرد انفورميشن احنا بنمر بثلاث مستويات لاتخاذ القرار. عندي الاوبريشنال ليفل او المستوى العملياتي، يعني عندي التاكتيكال ليفل او المستوى التكتيكي، وعندي الاستراتيجيك ليفل او المستوى الاستراتيجي في اتخاذ القرار. دول الثلاث مستويات اللي في كل مستوى فيهم في قرارات مختلفة بتتاخد تخص المؤسسة ايا كانت ايه هي المؤسسة دي اللي احنا بنتكلم عليها. طيب هنبتدي بقى نتكلم دلوقتي على مستوى من مستويات اتخاذ القرار وايه علاقة ده بالانفورميشن سيستمز او ايه التايبس اوف انفورميشن سيستمز الموست ابروبريت تو بي يوزد ان ايتش ليفل من الليفلز اللي احنا اتكلمنا فيها. لو بدأنا بالمستوى الاوبريشنال اللي هو اقل مستوى في اتخاذ القرار داخل مؤسسة، خلينا ناخد مثلا احنا قلنا المؤسسة بيبقى فيها موظفين وميدل مانجرز وفي توب مانجمنت، لكن انا هنا هتكلم على اللو مانجمنت او الموظف نفسه. فالاوبريشنال ليفل هي القرارات اللي الموظف نفسه بيحتاج ياخدها مع الوقت. فهل الموظف ده محتاج انفورميشن سيستمز عشان تدعم القرارات بتاعته؟ اه طبعا. في مثال كده هتلاقوه عندكم في الليكتشر نوتس، خلينا برضو ندسكس المثال ده مع بعض. في احد الشركات هي شركة بيشتغل فيها مجموعة من الكول سنتر ايجنتس، يعني اللي هم الأفراد اللي بيشتغلوا في خدمة الكول سنتر. المؤسسة دي قررت تعمل ايه؟ قررت تعمل كمبيوتر سيستم بيبتدي يعرض لكل موظف مثلا متوسط المكالمات اللي هو خدها في الساعة أو اللي هو عملها في الساعة،
ومتوسط السيلز سايز اللي هو عملها، يعني مثلا باع بقدر قد ايه او عمل سيلز بكمية قد ايه في المتوسط للفترة اللي فاتت. وكل ما بيعمل كول جديدة بتبتدي تتسجل على السيستم اوتوماتيك، فيبتدي السيستم يظهر له الابديتد افريج بتاعت الكولز بير اور والافريج سيل سايز. وابتدى يظهر الكلام ده في شكل بار تشارتس بتقول له الماتريكس دي، وبتعمل له كومباريزون كمان ما بين الاداء بتاعه الحالي والاداء بتاعه الشهر اللي فات والشهر اللي قبله، وتبتدي تطلع له مانثلي افريج. الشاشة دي كمان بتعرض له ابديتس كل 15 دقيقة على الايجنتس الاخرى، وبالتالي يعرف هو وضعه فين بالنسبة لبقية الايجنتس الكول سنتر ايجنتس اللي موجودين، وبالتالي يبتدي يبقى عنده نوع من انواع الموتيفيشن او التحفيز ان هو يعدي او يتفوق على زملائه، ويبتدي يحسب له كمان مثلا البنفيتس بقى او البونس اللي هو هياخده نتيجة عدد المكالمات اللي هو عملها او السيلز اللي هو التارجت سيلز اللي هو حققها. لقوا انه بتنفيذ الكمبيوتر سيستم ده على الاوبريشنال ليفل، خدوا بالكم بقى ده بيساعد مين ياخد القرار؟ بيساعد الموظف نفسه ان هو ياخد القرار انه يحسن من الاداء بتاعه، ولا انا كده كويس واكتفي، ولا اعمل ايه بالظبط. فده على الاوبريشنال ليفل. السيستم ده لقوه انه زود ارباح الشركة حوالي $50,000 في الشهر. ليه؟ لانه الانفورميشن اللي طالعه من السيستم ده عمل الدعم لمتخذ القرار على المستوى الاوبريشنال او على المستوى التشغيلي للمؤسسة، فكانت النتيجة ان اداء المؤسسة كله زاد واداء الموظفين زاد، لان هم بدأوا ياخدوا قرارات على ضوء انفورميشن سليمة. فلما زاد الاداء طبعا ارباح الشركة ارتفعت بهذا الكم الهائل. فده نوع من انواع البيزنس انتليجنس، او نوع من انواع الانفورميشن سيستم اندر البيزنس انتليجنس اللي بتستخدم لليفل معين من مستويات اتخاذ القرار، وهو الاوبريشنال ليفل. المستوى الثاني من مستويات اتخاذ القرار هو التكتيكال ليفل، او المستوى التكتيكي لاتخاذ القرار. هو اعلى شوية من الاوبريشنال ليفل، لكن في نفس الوقت هو اقل من التوب مانجمنت او الاستراتيجيك ليفل. شفنا في المستوى الاوبريشنال او المستوى التشغيلي لاتخاذ القرار ان هو ممكن الموظفين في ادارات مختلفة، من اول الموظف العادي لحد اللو مانجمنت او اول مستوى من مستويات الإدارة يقدروا يستخدموه. فده برضو مجموعة من الانفورميشن سيستمز بتتراوح من الديبارتمنتال انفورميشن سيستم لحد ممكن الاي ار بي مثلا، بس ده في حالات محدودة، لكن هو mainly ممكن departmental information system أو functional area system. يعني المثال اللي احنا اتكلمنا عنه بتاع خدمة العملاء ده بتاع الكول سنتر ايجنت ده functional area system. ليه؟ لأن هو بيهتم بفانكشن معينة هي فكرة الكول سنترز والأداء بتاع الايجنتس بتاعت الكول سنتر. طب نطلع بقى ليفل أعلى شوية للميدل مانجمنت أو للإدارة الوسطى في الشركة، عايزة تاخد قرار على المستوى التكتيكي، فده هيحتاج حاجة اسمها Management Information Systems أو MIS. طبعا نظم المعلومات الإدارية أو Management Information Systems من أشهر المصطلحات اللي انتوا يمكن عارفينها من قبل ما ناخد مع بعض الكورس ده. فمانجمنت انفورميشن سيستمز هو عبارة عن أكاديميك ديسيبلين كده، بيبقى بيركز على نفس الأربع عناصر اللي احنا اتكلمنا عنهم في الاوبريتنج سوري في الانفورميشن سيستمز، زي البيبل التكنولوجي والبروسيسز والديتا ميك اب أو الديتا والديتا بيزس بتاعت الانفورميشن سيستم. لكن اللي بيميز الام اي اس هو فكرة الريبورتس. يعني أكتر حاجة بتميز المانجمنت انفورميشن سيستمز هي إن المانجمنت انفورميشن سيستمز بتطلع لي روتين ريبورتس، زي ايه؟ ويكلي ريبورتس مثلا تقارير اسبوعيه، او مانثلي ريبورتس تقارير شهريه، وطبعا انيوال ريبورتس وممكن سيمي انيوال ريبورتس وممكن تقارير ربع سنويه كمان وهكذا. التقارير دي بتعمل ايه؟ هدفي هنا ان انا اوصل للترند. يعني ايه ترند؟ يعني قول لي الترند اللي انت ماشي فيه ازاي، الاتجاه بتاعك. حاجه مثلا زي لو انا عايز اعمل ماركتنج بلان لشركه، هنا اللي بيعمل ماركتنج بلان هو الميدل مانجمنت، اللي هو الماركتنج او الماركتنج ديبارتمنت مانجر مثلا، اللي هو مدير التسويق
في شركة معينة، طب مدير التسويق في شركة معينة عايز يعمل ماركتينج بلان، عايز يعمل خطة تسويقية لمنتجات الشركة. عشان يعمل ماركتينج بلان صح هو محتاج انفورميشن سيستم. انهي نوع بقى من انواع الانفورميشن سيستم؟ بما ان ده قرار على المستوى التاكتيكال لانه بيعمل بلان، على فكرة كلمة تاكتيك بالانجليزي يعني بلان، فتاكتكس يعني بلانز، فالتاكتيكال ليفل هو الليفل التكتيكي بالعربي، او ان هو اللي بيستخدم في عملية التخطيط. طيب يبقى هو هنا هيستخدم انهي سيستم لو عايز يعمل ماركتنج بلان؟ زي ما قلت لكم ده مثال كويس جدا على التاكتيكال ليفل ديسيشن ميكنج. فانا لو ماركتنج مانجر وعايز اعمل ماركتنج بلان، فانا هحتاج مانجمنت انفورميشن سيستم. المانجمنت انفورميشن سيستم زي ما قلت لكم بيتميز بفكرة الريبورتنج، يعني هو بيكومباين او بيجمع الديتا مع السوفت وير مع ريبورتنج تولز اللي المانجرز بيحتاجوها علشان يقدروا ياخدوا القرارات الخاصة بالبلاننج. وزي ما قلت لكم علشان اعمل بلاننج انا محتاجة اعرف ترند، عشان اقدر اقول ان انا عايز اعمل ماركتنج بلان فانا لازم اشوف الترند بتاع الماركتنج، سواء بويكلي ريبورتس او مانثلي ريبورتس او اي بيريوديكال ريبورتس، عشان اقدر اشوف الماركتنج كامبين مثلا اللي انا هعملها الفيتشرز بتاعتها هتبقى عاملة ازاي، وده ممكن يحسن الاداء ولا مش هيحسن الاداء، ولو حسن الاداء هيحسنه بقد ايه، وهكذا. فالام اي اس او المانجمنت انفورميشن سيستمز هي البيزك تايب او الموست سوتابل تايب اوف انفورميشن سيستم ذات كان بي يوزد ان اوردر تو ميك ا ديسيشن اون ذا تاكتيكال ليفل، او لاتخاذ قرار على المستوى التكتيكي. المستوى الثالث وهو المستوى الأعلى في اتخاذ القرار أو في هرم اتخاذ القرار في أي مؤسسة هو الاستراتيجيك ليفل أو القرار الاستراتيجي. طبعا من كلمة استراتيجيك ليفل معناها أو استراتيجيك ديسيشن معناها إنه قرار هيمتد تأثيره على اللونج تيرم. فاحنا في التاكتيكال ليفل أو في المستوى التكتيكي لاتخاذ القرار كنا بنتكلم على تاكتيكس أو بلانز، لكن البلان دي هي جزء من استراتيجي كبير للمؤسسة. يعني ايه؟ يعني انا بحط استراتيجية للمؤسسة بتاعتي، بحط لونج تيرم جولز، اهداف بعيدة المدى انا عايز اوصل لها، ورؤية بعيدة المدى انا عايز اوصل لها، وبعدين ببتدي اعمل اسيسمنت للوضع الحالي اللي انا فيه بالبروبلمز بتاعته، بالكلام اللي انتوا عملتوه زي البروبلم ديفينيشن الخاص بالاناليسيس بتاع البروجكتس بتاعتكم. فببتدي اعمل اناليسز للواقع واسسمنت للواقع، وابتدي اشوف ايه المشاكل اللي موجوده عندي. فكلمه استراتيجي او استراتيجيه معناها ازاي انتقل من الوضع الحالي للرؤيه الاستراتيجيه اللي انا عايز اوصل لها على اللونج تيرم. عشان كده مثلا لما بتسمعوا عن رؤيه مصر 2030 او استراتيجيه مصر 2030، احنا ليه بنقول عليها رؤيه مصر 2030؟ لانه انا النهارده في 2020 أنا ببص بعد 10 سنين. كلمة رؤية أو فيجن معناها أنا عايز أشوف مصر شكلها إيه بعد 10 سنين في 2030، فبحط رؤية. طيب هل بحط رؤية وأسيبها؟ لا، ده أنا علشان آخد قرار على الاستراتيجيك ليفل للدولة أو المستوى الاستراتيجي للدولة بقى هنا كلها مش لمؤسسة معينة، أنا عايز أشوف إزاي أنتقل من الوضع الحالي اللي أنا فيه علشان أقدر أحقق الرؤية اللي أنا شايفها قبل 2030. يبقى أنا شايف مصر في 2030 هتبقى عاملة إزاي، وشايف الوضع اللي أنا فيه دلوقتي في 2020 عامل إزاي، وببتدي أحط استراتيجي إزاي أو خطة بعيدة المدى إزاي أقدر أوصل من الوضع الحالي اللي أنا فيه ده للرؤية اللي أنا شايفها في خلال 10 سنين. فكلمة استراتيجي معناها استراتيجية، أو زي ما قلت لكم تحقيق رؤية معينة بعيدة المدى. ده محتاج بلانز بعيدة المدى أكبر من التاكتكس العادية اللي احنا كنا بنتكلم، أو الخطط القصيرة المدى اللي احنا كنا بنتكلم فيها. بس عشان أقدر أحط الاستراتيجي دي أنا محتاج أعمل مجموعة من الديسيشنز، بس الديسيشنز هنا هتبقى على أنهي مستوى؟ هتبقى على الاستراتيجيك ليفل، لأنها بتحقق رؤية بعيدة المدى أو لونج تيرم بلان.
طيب مين بقى اللي بياخد الاستراتيجيك ديسيشنز؟ هم بيبقوا الليدرز بتوع المؤسسات. فلو احنا بنتكلم على شركة، يبقى مين اللي هياخد الاستراتيجيك ليفل ديسيشن؟ هو السي اي او او رئيس مجلس إدارة الشركة دي. لو احنا بنتكلم على جامعة، يبقى مين اللي هياخد الاستراتيجيك ديسيشنز بتاعت الجامعة؟ هيبقى رئيس الجامعة. لو بتكلم على وزارة التعليم العالي، يبقى انا حاجة بقى على مستوى الجامعات كلها. فلو هتكلم على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مين اللي بياخد الاستراتيجيك ليفل ديسيشنز؟ هيبقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. طب لو هنتكلم على مستوى الدولة، مين اللي بياخد الاستراتيجيك ليفل ديسيشنز او الاستراتيجيك ليفل ديسيشن ميكينج؟ هيبقى يا اما رئاسة مجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية. عشان كده يمكن حتى احنا بنسمع عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. طب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مصر هو تابع لمين؟ تابع لرئاسة مجلس الوزراء، لانه هو ده الجهة اللي بتبتدي من عندها عملية اتخاذ القرارات اللي على المستوى الاستراتيجي او على الاستراتيجيك ليفل. فده مستوى مهم جدا. طب هتقولوا لي الهرم اللي احنا كنا شايفينه من شوية مكتوب ان عند الاستراتيجيك ليفل ده انا بيبقى عندي حاجة اسمها unstructured data. يعني ايه unstructured data ويعني ايه structured data؟ structured data معناها data واضحة وصريحة وليها structure معين، زي ما انتوا شفتوا كده في السكيما، سوري، الريليشنال سكيما اللي انتوا عملتوها، جداول مربطة ببعض بعلاقات. فهي data سهل انها تبقى structured، سهل انها تتحط في structure معين او هيكل معين. كل ما مستوى اتخاذ القرار بيعلى، كل ما كانت المعلومات المتاحة لمتخذ القرار مش هتبقى في شكل جداول ورسوم بيانية، لأنه دي هيحتاجها low level of decision making. زي ما قلت لكم، أقل مستوى من اتخاذ القرار هو الـ operational level. فبالنسبة لي أنا كموظف خدمة عملاء مثلا أو كول سنتر، أنا كأيجنت في كول سنتر، أنا عشان أخد قرار هاخد كام مكالمة النهاردة وهعمل إيه وأحسن الأداء بتاعي إزاي، الداتا سهلة إنها تطلع لي لأنها structured، very structured. زي إيه؟ متوسط عدد الساعات اللي أنا عملتها في التليفونات، متوسط عدد التليفونات اللي أنا باخدها في الساعة الواحدة، مش عارف متوسط عدد الشكاوي اللي جت، مش عارف إيه، وهكذا. فإذا نوعية الداتا دي very structured، سهل قوي إن أنت تحسب منها averages، سهل قوي إن أنت تطلع منها بمتوسطات وبمينيمم وبماكسيمم، وبعدين أرتب كل بتوع الكول كول سنتر ايجنتس وأشوف أنا الرانك بتاعي فين وهل أقدر أحسن أدائي ولا لأ. دي كلها داتا very structured. لما بنطلع على الـ MIS أو الـ Tactical Level، بتلاقوا الـ MIS بيطلع لي إيه؟ Reports فيها Trends. خدوا بالكم بقى، هنا الموضوع ما بقاش very structured، لكن في نفس الوقت هو still structured. لما بطلع للـ Strategic Level، أنا كمتخذ قرار على المستوى الاستراتيجي، أنا مش هينفع حد يجي يقول لي ده العميل الفلاني أو الموظف الفلاني في الشركة الفلانية اشتغل الشهر اللي فات كام ساعة والشهر ده كام ساعة، وبالتالي الترند عامل ازاي، وقسم مش عارف الماركتينج عمل بلان والبلان جابت نتيجة. لا 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 لا، انا بقى كسي اي او بتاع الشركة او رئيس مجلس ادارة الشركة، انا مش هبص على الترندز، انا مش هبص على داتا ستراكتشرد. انا محتاج ايه بقى؟ لانه القرارات اللي انا هاخدها دي زي ما قلت لكم على المستوى الاستراتيجي معناها بعيده الاجل، يعني او طويله الاجل، لونج تيرم. فانا هنا محتاج حاجه اسمها السيناريوز. يعني لو انا بفكر افتح فرع جديد للشركه خارج مصر، احتمالات نجاح ده ايه واحتمالات فشل ده ايه والبروز اند كونز ايه؟ مين هيحللها لي؟ نوع معين من الانفورميشن سيستمز بنسميها الديسيشن سبورت سيستمز. فدي سيستمز مختلفة خالص، المخرجات بتاعتها هي unstructured data، مش data سهل انها تتعرض في شكل جداول ورسوم بيانية، لا 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 خالص. الديتا او الانفورميشن اللي بتطلع من الديسيشن سبورت سيستمز هي فكرة السيناريوز، ان هو بيبتدي انا اقول له مثلا والله انا بفكر اخد قرار بفتح فرع جديد للشركة في الحتة الفلانية، او فتح فرع جديد للنادي مثلا رياضي في مدينة جديدة زي العاصمة الادارية الجديدة مثلا، ايه تداعيات القرار ده؟ فيبتدي السيستم ده يبني على كل نظم المعلومات اللي موجودة تحته
علشان يقدر يقول لي والله تداعيات القرار بتاعك ده هتبقى عاملة ازاي. الموضوع معقد جدا طبعا، زي ما قلت لكم هو الديسيشن سبورت سيستم ما ينفعش تشتغل بدون الانفورميشن سيستمز اللي تحتها، يعني من اول التي بي اس اللي احنا اتكلمنا عنه او الترانزاكشن بروسيسنج سيستم، مع الديبارتمنتال انفورميشن سيستم او الفانكشنال اريا سيستمز، مع الاي ار بيز بتاعه المكان او الجهات اللي هتبقى القرار بتاعي ده ليه تاثير عليها، كل ده يبتدي الديسيشن سبورت سيستم يجمع داتا اللي هي مخرجات كل السيستمز دي مع بعضها ويحللها ويبتدي يطلع لي سيناريوز، يقول لي والله السيناريو الاولاني ان ممكن الاحداث تمشي في اتجاه واحد اتنين تلاتة، وده هيبقى تداعياته كذا على قطاع كذا، وتداعياته كام على قطاع كذا، قطاع ايه هيعاني وقطاع ايه هيبقى مستفيد من القرار بتاعك. وبالتالي قبل ما تاخد القرار يبقى انت واخد قرار مبني على معلومات، خصوصا ان ده قرار استراتيجي، قرار هيأثر على اداء المؤسسة دي لفترة زمنية طويلة. زي ما قلت لكم قرارات زي بفتح فرع جديد للشركة، بفتح خط انتاج جديد ما كانش موجود عندي، او بقفل فرع، او بحول نشاط فرع، او بقفل خط انتاج، او احول نشاط خط انتاج. فهنا دي قرارات تأثيرها هيمتد لقطاعات كبيرة جوه المؤسسة دي، وتأثيرها كمان هيمتد لفترة زمنية طويلة. فالاستراتيجيك ليفل ديسيشن ميكنج انا محتاجة سبيشال تايب اوف انفورميشن سيستم بنسميه الديسيشن سبورت سيستم، والديسيشن سبورت سيستم ما يميزه هو انه very unstructured data، وبيديني سيناريوهات، مش بيديني ترندز ولا بيديني جداول ولا بيديني متوسطات، هو بيعرض عليا مجموعة من السيناريوهات وبيعمل زي سيميوليشن كده لكل سيناريو، يبتدي يشوف تداعياته ايه بيزد على ايه، بيزد على كل الانفورميشن سيستمز اللي هتبقى موجودة في القطاعات اللي تحته. طيب احنا اتكلمنا في ايه يا شباب النهاردة؟ اتكلمنا في اكتر من حاجة، اتكلمنا اولا ان احنا بنبدأ بارت جديد او البارت الاخير في السمستر بتاعنا، هو البارت الخاص بالابليكيشنز او السوشيال ابليكيشنز، سواء ايكونوميك اند بوليتيكال ابليكيشنز اوف انفورميشن سيستمز. وعلشان نبدأ البارت ده كان لازم نمر سريعا على التو بارتس اللي فاتوا، الجزء الخاص بالانفورميشن سيستمز من الناحية الكونسبتشوال والتايبس بتاعتها واليوزز بتاعتها والسيستم ديفلوبمنت لايف سايكل والكلام ده كله. بعد كده في بارت 2 اتكلمنا على الاناليسز والديزاين الخاص بالانفورميشن سيستم، فاتكلمنا على الداتا مودلز بانواعها وازاي ببني each type of data model. في بارت 3 قلنا هنبتدي نتكلم على الـ applications أو الـ social applications of information systems والـ most recent applications of information systems. فبدأنا بالمحاضرة بتاعت النهاردة اتكلمنا فيها على مفهوم الـ business intelligence، وده طبعا هيمتد معانا للمحاضرة الجاية. اتكلمنا على يعني ايه business intelligence، وقلنا ان هي umbrella term بيحوي او بينكلود تحته كل حاجة او كل اداة او تقنية تقدر الشركة تستخدمها او المؤسسة تستخدمها في انها توصل لما يسمى بال data driven او ال information based decision making. وبما اننا بنتكلم على ال decision making اتكلمنا على 3 مستويات لاتخاذ القرار، وده مهم جدا جدا يا جماعة لو احنا بنفكر فعلا في ديجيتال ترانسفورميشن او تحول رقمي للمؤسسات، لازم ابتدي اشوف كل مستويات اتخاذ القرار داخل المؤسسة دي، ونخدم على اتخاذ القرار ده ازاي باستخدام الانفورميشن سيستم، او يبقى احنا كده عملنا ما يسمى او ما يطلق عليه بزنس انتليجنس، وده اساسي لو احنا عايزين نعمل ديجيتال ترانسفورميشن. فاتكلمنا على 3 مستويات لاتخاذ القرار، هما المستوى الاوبريشنال او المستوى التشغيلي، وده بيبقى اقل مستوى او اللوست ليفل اوف ديسيشن ميكينج، وده بيبقى ممكن على مستوى موظفين او على مستوى اللو ليفل مانجمنت. واتكلمنا بعد كده على المستوى الاعلى وهو مستوى التاكتيكال ليفل اوف ديسيشن ميكينج، وقلنا ده اللي بيبقى الديسيشن ميكينج او القرارات اللي بياخدها الميدل مانجمنت، زي مثلا مدير تسويق في شركة. الميدل مانجمنت محتاج يعمل تاكتكس او خطط قريبة الاجل، ف
فكل اللي بيحتاجه هو انه عايز يعرف ترندز او يشوف بريوديكال ريبورتس يتابع بيها الاداء والترند بتاع الاداء عامل ازاي، هل الاداء بيتحسن او ثابت او بيسوء، عشان يقدر يعمل بلان معينة على مستوى الادارة بتاعته. ففي الحالة دي بيستخدم حاجة اسمها الـ MIS أو الـ Management Information System، لأن هي بتتميز بفكرة الـ Reporting Tools، إن هي بتطلع لي تقارير دورية عن متابعة الأداء، وبالتالي تقدر تطلع لي الترندز اللي أنا عايزاها. واتكلمنا على المستوى الثالث والأعلى من اتخاذ القرار، وهو الـ Strategic Level of Decision Making، وقلنا ده إن بيبقى دايماً رأس المؤسسة هو اللي بياخد القرارات دي أياً كانت المؤسسة هي إيه، وقلنا ان دي بتبقى قرارات استراتيجيك بمعنى انها لونج تيرم، تأثيرها بيمتد لمدى بعيد وتأثيرها بيمتد لقطاعات كبيرة في المؤسسة دي، وبالتالي دي قرارات لازم تبقى انفورميشن بيزد. وعلشان تبقى انفورميشن بيزد فاحنا بنستخدم سبيشال تايب اوف انفورميشن سيستمز اتكلمنا عنه، هو الديسيشن سبورت سيستمز. وقلنا ان الديسيشن سبورت سيستمز هي فيري انستراكتشرد مقارنة بالتو ليفلز اللي تحت كده، اللي تحت الاستراتيجيك ليفل يعني الاوبريشنال والتاكتيكال ليفل. فالديسيشن سبورت سيستمز هي سيستمز فيري انستراكتشرد، وبتطلع لي سيناريوز، وما تقدرش تقيم السيناريوز دي الا باستخدام كل الانفورميشن سيستمز الاقل ليفلز منها، من اول التي بي اس لحد الاي ار بي والام اي اس وكل الكلام ده، علشان تقدر decision support systems to function. ده اللي احنا اتكلمنا عنه النهارده. في الليكتشر اللي جايه هنتكلم على ال sources of business intelligence، وهنتكلم على الجي اي اس بقى بوجه خاص كمان قبل ما نخش على ال sources of business intelligence. بما اننا بنتكلم على decision making ففي special types of decision making زي ال crisis decision making، وايه هي ال information systems اللي ممكن تستخدم. هنتكلم mainly على كمان ال GIS واستخداماته في ال crisis management او ال crisis decision making.